اهلا بحضراتكم من جديد. برحب طبعا بكابتن علي زهران لاعب منتخب مصر للجمباز واللي حصل على ذهبيه جهاز الحلق في كاس العالم اللي فات. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. الف مبروك، يعني الميداليه منوره وانت منور طبعا اكتر، ما انت اللي جايب الميداليه طبعا. الله يبارك فيك. بس طبعا اكيد كان شعور حلو. شعور جميل ورائع الصراحه. يعني قول لي انت وانت داخل البطوله، يعني ودكتور ايهاب معانا هو هيشاهد على الحدث، كنت حاسس انت هتاخد ميداليه ولا بتقول يا رب يعني زي ما تيجي؟ داخل البطوله عارف ان في منافسه، داخل عايز احقق الميداليه، داخل فكر ان انا عايز احقق ميداليه وتكون ميداليه ذهب ولا اي ميداليه؟ لا تكون ميداليه، داخل عايز احقق ميداليه. الجمباز زي ما الدكتور كان بيقول لك ان صعب، نبقى كلنا قاعدين، اللي غلطه منه الشعره بس بسيطه، هفوات كتير يعني اقل من الالف، يعني بنتكلم في حاجات زي كده دي ممكن تبقى تضاع منك الميداليه. مش ميداليه بس، ده يعني الدكتور قال ده تطلع اوت. فالتركيز بيبقى لا يعني كتير طبعا، لكن ان انا داخل عندي حافز وعندي شعور ان انا اجيب الميداليه الذهب وثقه، ده اللي انا كنت بحضر نفسي ليه ومهيئ نفسي ليه عشان ان انا اقدر ان انا اخد الميداليه الذهب ده باحسن جمله باحسن سكور. طب قول لي يعني مين اللي كان بينافسك؟ طبعا دي لقطات لعلي في البطوله كانت منافستنا هنا بعد ما ضمنت الميداليه ولا هنا بعد ما ضمنت الميداليه، لان انا نزلت حسيت ان انا عامل جمله حلوه، حسيت ان انا عملت اول ما نزل فينش احنا عرفنا خلاص كده او كده. الناس كلها يعني حلو لما الناس كلها اللي عشان احنا فاهمين خلاص هو كده. انت نزلت الحمد لله بالظبط، دايما بيبقى الجمله الروتين بتاعي مثلا لو في اخطاء بسيطه او في حاجات ببقى عارفها فببقى مركز فيها، لما انا بحاول اديها بالظبط بالشكل المظبوط ببقى عارف ان الحكم خلاص هيديني الدرجه الكويسه. طبعا كانت منافستنا بفريق الثمانيه الاوائل اوبروس واوكرانيا، ودول كانوا اكتر منافسين لينا. جامدين طبعا، الناس كانت لسه جايه اصلا من بطوله اوروبا وكانوا مؤهلين اولمبياد وجاهزين نفسيا طبعا وبيجهزوا نفسهم تجهيزيا للاولمبياد، فكانت في منافسه طبعا. عايزين يحققوا حاجه، حكام اوروبيين حافظينهم وحافظيننا طبعا. بس يعني ربنا كرمك فعلا، الحمد لله. طبعا اكيد موجود. طب قول لي في حركه مسجله باسمك في اتحاد دولي. طبعا. ايه قصه الموضوع؟ قصه الحركه دي كانت كان في وقت كده يعني 2010 مجموعه كده كنت بشوفهم بيعملوا حركات جديده. طبعا الموضوع ده موجود من زمان بس انا يعني ركزت فيه ان السنه دي كان في كذا واحد عمل حركه جديده على جهاز الحلق وابتدت تتسجل باسمه. حبيت شويه ان انا 2010 2011 انا سجلتها امتى؟ سجلتها 2013. 13. طب ازاي بتسجلها؟ يعني بتعملها وبتسجلها ازاي؟ بتعملها بتكررها وبتقدمها للجنه الفنيه الاتحاد الدولي مع اللجنه العالم في بطولة العالم. بيسجلها فيديو؟ وعلى فكرة لا بتكتبها فيديو. بتقدمها اللي انت هتعملها. بالظبط، وتنزل تعملها في بطولة العالم. بتخش تعملها قدام اللجنة. بالظبط كده. أو الحكام. بتعملها في البطولة. وبيعتمدوها أو لأ. حلو. بالزبط. طبعا عملتها أنت في سنة كام؟ 2013. 2013. واعتمدت وسجلت باسمك. واعتمدت وسجلت باسمك. حد بقى من اللعيبة الدوليين. وكان في الأول في لأ مش هتتسجل يعني. يعني كان في حوار. في تقديمات لمدة سنتين بنعمل كاسات عالم وبنقدم ونروح ونيجي والكلام ده. عملنا اجتماع يمكن كان أيامها في بطولة كأس الشهيد في الكويت. أيوه. كان علي معايا وكان رئيس اللجنة الفنية وقعدنا علشان يقتنع ان احنا نسجل، ان كان في ناس معترضه لا 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 مش هنقبلها لا يعني. فاخدت فتره يعني بره الملعب كمان. طبعا طبعا في شغل كتير شغل وبتاع وبنقدم وفي فورم كده بتتعمل، واجتمعنا قبلها كده معاهم برضو اللجنه الفنيه. كان في بطوله في الكويت وقبل ما نروح كنت انا والدكتور اسامه واللجنه الفنيه، وابتدوا يبعتوا احنا عايزين ايه، يعني بعتوا لهم ايميلات للاتحاد الدولي للجنه الفنيه الاتحاد الدولي ان احنا عايزين الحركه تعتمد، ونحاول نقول لهم دي يعني معموله بالطريقه المظبوطه او بالوضع الصح. طب انت عارف بيها واعترفوا بيها؟ طبعا. واتسجلت باسمك؟ اتسجلت باسمك. طب احنا عندنا كام لاعب مسجل حركات باسمه في اتحاد دولي؟ علي بس. علي بس. علي بس هو اول لاعب مصري وعربي وافريقي كان يعمل الحركه ويسجل اسمه، ومن اعلى سكور اف، من اعلى السكورات اللي هي بوينت 6 اشار واعلى الصعوبات اف. طب وهل في حد يعني عملها بعدك من لعيبه دوليين كبار؟ يعني حد خد الحركه منك ودخل بيها في جمله مثلا عملها؟ بص هقول لحضرتك، ولا خلاص بقى باسمك ما حدش يعملها؟ لا لا، من حق اي حد يعملها. في لاعب من انجلترا عملها تمام، وفي لاعب من فرنسا عملها برضو.
اللاعب يعني اللاعب اللي انا كنت بقى مبسوط جدا وهو يعني بيعملها كان في اللاعب الفرنساوي اللي اسمه رودريجيز. رودريجيز كان ليه وضع كده من نفس الحركه دي بس بيعملها من حركه تانية، يعني ليه ربط بشكل تاني للحركتين بتاعته. فلما عملها برضو كان حاجه مبهره بالظبط. عملوا لنا ساعتها تصويت ما بيننا احنا الثلاثه، انا واللاعب الفرنساوي بتاع انجلترا، كنت افضل بوزيشن للحركه هو انا. ما شاء الله ما شاء الله، تاريخ كبير على حاجه جميله يعني. المدينه دي عرفتك بالناس اكتر، يعني المدينه دي خلت الناس تعرف الشغل اللي انت عملته. سبحان الله، بتبقى مكافاه ربانيه لما بتيجي على ارض مصر. طب بص يا دكتور، انا اتكلمنا في السيجمنت الاولاني او في الفقره الاولى عن ما مضى، الحمد لله عدينا منه باقتدار والدنيا جميله ونجحت فيه باقتدار الحقيقه. الحمد لله. طيب خليني اتكلم على اللي جاي. الاول هبتدي الاول اللي جاي ايه بقى؟ خلينا نطمن على مستقبل الجمباز. هل في لعيبه بروميسنج عندك؟ شايف فيهم علي، شايف فيهم نانسي؟ عندك جيل بروميسنج يقدر يعمل نفس الانجازات دي؟ فكرت شويه. لا مش فكرت، انا مش عايز اقول كلمه، بس هم احنا عندنا لعيبه مخضرمه وعملت انجازات كبيره، بس احنا الطبيعي ان انا المفروض تبقى طموحاتي ان اللي جاي يعمل احسن. صحيح ده طبعا. ده انت امين مع نفسك. انا بس فكرت بيها عشان نفسك. اقولها بشكل يعني كويس. بس صحيح، انت امين مع نفسك، عايز اللي جاي لازم لازم اللي جاي يبقى احسن طبعا عشان ابقى طالع. بالظبط كده، احنا اخذنا الفتره اللي فاتت عشان نوصل لهنا. حلو. ده كان طموح وحلم ان احنا نوصل لهنا علشان نبدا ممتاز نشتغل. تفكير سليم. يعني يمكن الكلمه اللي الناس كلها بتاخدها عليا ان انا كل ما بيقولوا مبروك على كذا اقول لهم احنا لسه ما عملناش حاجه. يمكن الكلمه دي مع علي على طول، كل ما يجي يتكلم اقول له علي احنا لسه ما عملناش حاجه، يقول لي ده احنا حلو قوي كده. يعني حتى من واحنا في فرنسا، يعني كانت اول ميداليه ذهب ليه كنت انا معاه هناك. بالظبط. اول ما جبنا الميداليه فبقول له اللي جاي، لا مش ده اللي وقف، احنا اللي خلاص ده خلص خلاص. الجمباز في مصر النهارده الهدف في النادي الاهلي يا كابتن ولا ايه؟ النادي الاهلي دايما بيقول كده، اللي فات خلاص. يعني حتى كابتن محمود الخطيب في كل رسائله اللي فات خلاص خلص خلاص، ولا يبقى شكلك كده البطوله خلصت. شكلك كابتن اهلاوي والله، ولا شكلك يعني انا مش عايز احرجك على الهوا يعني برضو عشان انت رئيس اتحاد، بس النادي الاهلي فكره كده. يعني النادي الاهلي دايما بيقفل اللي فات واللي جاي، واسلوب كلامك حلو. احنا بقالنا، انا بقالي 5 ايام دلوقتي بتكلم في الاربع سنين الجايه، مش في الشهرين ثلاثه اللي جايين. يعني عندنا جيل يا كابتن. هقول لحضرتك، احنا على المجال المحلي احنا هدفنا النهارده الجمباز وصل 25,000 بعد ما كان لاعب ولاعبها. بعد ما كان انا استلمته 2800، النهارده وصلنا حوالي 22,000 ل 25,000 في الرينج ده. انا عايز اقف على الحته دي. حضرتك عارف وانا عارف قانون الرياضه في بند ان تمام. الهدف الاساسي من اي اتحاد هو نشر اللعبه. تمام. انت نفذت البند باقتدار. الحمد لله. يعني من 2000 ل 3000 لاعب، دلوقتي بنتكلم في 25,000 لاعب قاعده. الاربع سنين الجايين او السنه الجايه التارجت بتاعي السنه الجايه دي على طول اخش في ال 40، وحن ان شاء الله هنوصل ل 40,000 في خلال الاربع سنين الجايين. المفروض ان الجمباز يوصل ل 100,000 لاعب ولاعبه. طب ده على مستوى الانتشار، على مستوى الجودة المحلي بقى. الجوده او المنتخبات. ايوه، احنا النهارده وصلنا ان احنا دخلنا في الليفل بتاع كاسات العالم، بنحقق ميداليات، بدات الميداليات تتكرر. الليفل اللي وراها ان انا اوصل وفي نفس الوقت، يعني في نفس الوضع احنا 11 لاعب، يعني انت موجود في كل فروع الجمباز المختلفه، ودي حاجه صعبه جدا. انت ممكن تهتم بفرع وتنجح وتجري بيه. يعني ممكن كان اسهل حاجه عندي مثلا كاتحاد ان انا اهتم بعلي، وعلي الايكون فيجر بتاع الجمباز وعلي بس، ونمشي وراه وخلاص، وافضل اجيب ميداليات بعلي. بس احنا لا، عايزين علي وزينه ونانسي وكله وللفروع الثانيه. النهارده اللي جاي ان شاء الله ان احنا عايزين التارجت بتاع الاتحاد ان انا اخش الاولمبيكس اللي جايه بفريق. تمام. عشان اتاهل بفريق يعني لازم ابقى احسن من احسن 12 على مستوى العالم في الاولاد وفي البنات. ده التارجت بتاعنا. تمام. وان انا اخش انافس على ميداليات في الاولمبياد بتاعت 2024. انت حاطط بلان كمان. ده البلان بتاعنا. النشاط الدولي جوه مصر طبعا، كاس العالم ده هيتعمل كل سنه. السنة الجاية إن شاء الله ربنا يكرمنا يبقى في جمهور. دي حاجة حصري صح؟ نعم، دي حاجة حصري. طبعا. يعني أنت هتنظم إن شاء الله كاتحاد أو كدولة مصرية، طبعا أنت راجل يعني هيئة مصرية، هتنظم اتحاد، هتنظم كأس العالم جمباز السنة الجاية. لا، هنظم أربعة. لا فهمني واحدة واحدة. أربع كأسات عالم إن شاء الله السنة الجاية. سنة 2022. أربعة جمباز فني ولاد. كأس العالم، طب إيه الفرق ده عشان بس الناس تفهم؟ الفرق بين كأس العالم وبطولة العالم وليه كأس العالم سيريس؟ حاضر. كاس العالم سيريس لان بيخش رانك للعيبه. تمام. بوينتس بتضاف للعيب. حلو. تمام. بطوله العالم. بطوله العالم
دي اللي بتأهل منها الفرق للأولمبيات. بتتعمل على 3 سنوات، الرابعة للأولمبيات. أول واحدة ما فيهاش تأهيل، الثانية بتاخد أحسن 24 فريق، التالتة بتاخد أحسن 12. حلو. لا أنا عايز أعرف منك حاجات كتير، بس خلينا نطلع فاصل أعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل، لازم نطلع لفاصل سريع وأرجع لحضراتكم عشان نكمل. زي ما أنتم شايفين حاجات حصري من الجمباز بتتقال في برنامج الأبطال، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بكمل حواري مع دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد فيما هو قادم. احنا قلنا ان زياده القاعده في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وعاملين لها خطه ببلان داخلي ماشيه بخطه ثابته. الخطه الدوليه ان انا هيبقى ان شاء الله السنه الجايه استضيف 4 كاس عالم للجمباز الفني، رجال انسات ايقاعي ايروبيك. دول ان شاء الله هيتعملوا. هل موافقه؟ اعتبرها توافق عليها. تمام. الحمد لله. هو اذا كان الاتحاد الدولي بيجي لك تنظم له بالظبط لما تطلب هيقول لك خد. طبعا. وعندنا نوع تاني من النشاط الدولي اللي هو بطوله كاس الفراعنه، ودي احنا بداناها من سنتين. دي بطوله دوليه للانديه والهيئات، يعني يقدر النادي الاهلي يشترك فيها. كان اول واحده في الغردقه دكتور افتكر. بالظبط كده، كانت اول فيز ليها كانت في الغردقه في 2019، والثانيه من شهرين. والثانيه من شهرين كانت للايروبيك، وبكره ان شاء الله في نادي 6 اكتوبر في صاله الشباب والرياضه. بالظبط كده. هتبدا الايقاعي فيها 12 على فكره 12 دوله او 14 دوله كتير. في ظل ظروف كورونا ده حاجه. كاس العالم جه 17 دوله حضرتك، كانوا مسجلين 42. في 6 دول اللي محدش يعرف، في 6 دول دفعوا فول بيمنت ومجوش، معرفوش ايه، معرفوش ايه ايران ومشاكل وكورونا. فدي ازمه. بس ان شاء الله نجحت. لا بس نجحت الحمد لله. نجحت الحمد لله. وده طب بس خلينا اتكلم يا دكتور على بطوله الفراعنه اللي هتبقى بكره طبعا، لان لازم يديها حقها. بطوله 12 دوله جايين، هدفك من البطوله دي عايز توصل ايه من بعد البطوله دي؟ احتكاك ولا البطوله عايز؟ البطوله دي على الرغم انها بطوله دوليه عاديه، فيها 2 رايحين الاولمبياد جايين يلعبوا، بنات على فكره، دي بنات بس، بنات بس للايقاعي اللي هو بالطوق والشريط والكره. بطوله جماليه جدا ومعموله بشكل احترافي شويه، فان شاء الله هتبقى حاجه مشرفه فعلا يعني. طب البطوله دي على اجنده الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي اعتمد على البطوله؟ طبعا بس كده. طبعا معتمد من الاتحاد الدولي. فانا كده هيبقى عندي في السنه الواحده 8 بطولات دوليه. هتتعبنا يا دكتور، هتتعبنا يا دكتور. طب علي اجي لك بقى، يعني ايه طبعا انت يعني بقيت ايقونه دلوقتي لكل الشباب، وما شاء الله القاعده العريضه الدكتور بيقول عليها 40,000 لاعب دلوقتي ولاعيبه. بتعمل ايه؟ نظام تدريبك ازاي؟ بتتمرن ازاي؟ انت طبعا لاعب طلائع الجيش. بتتمرن ازاي؟ بتدي يومك ازاي؟ بتتمرن كام فتره؟ الفتنس الفني، كلمني التفاصيل اكتر عن حياتك. نظام تدريبنا كمنتخبات يعني في الفتره دي طبعا بعد كورونا وبعد الفتره اللي فاتت وكان التوقف، رجعنا خدنا وقت، كان في معسكر مغلق، الاتحاد يعني قافل علينا في معسكر مغلق عشان الاجراءات الاحترازيه. صحيح. وكان ابتديت التدريب فترتين صبح وبالليل في المركز الاولمبي، تدريبنا في المركز الاولمبي للمنتخبات الوطنيه. طبعا الفتره دي كانت صعبه في الاول، بنبتدي تاني نرجع تاني وعايزين نرجع في اسرع وقت ممكن. يمكن العالم كله كان بيعمل ده معانا، بس احنا كنا عندنا تجهيزات، عندنا كاس العالم ده بنستعد له، عندنا بطوله افريقيا المؤهله. فكان بتتمرن كم يوم، كم تمرينه في اليوم صبح وليل؟ بتتمرن يعني في بيبقى في اسابيع مثلا مش اقل مثلا من 3 تمارين الصبح زائد تمارين بالليل اساسي، 6 تدريب بالليل. لا لا ثانيه، يعني الوحدات 3 تدريب الصبح في الاسبوع و6 بالليل، يعني السايكل بتاعتك 9 ل 10 متوسط، دي اقل الوحدات. ممكن تيجي بوحدات تعلى فيها بالكيرف 11 مثلا، تعلى بعد كده مثلا الشهر اللي بعده تعلى بالكيرف وبتبتدي تنزل تاني او تقلل لحد ما توصل لفتره اللي هي الكومبيتيشن. طب الغذاء يعني هل متوفر لكم مثلا؟ التغذيه بتاعتنا ولا انت طبعا بتاخد بالك من الغذاء؟ هل التغذيه بتاعتنا فيها يعني في متابعه طبعا، المدربين بيتابعوا او احنا بنتابع، وبيبقى في فروق فرديه ما بين كل لاعب والتاني او ما بين البنات كمان والولاد. بمعنى بس التغذيه بتاعتنا طبعا اساسي في وجبه الفطار الاساسيه عشان نبتدي يعني يومنا الصبح او تدريبنا الاساسي تبقى عاليه. طبعا يعني بروتين وبتفطر يعني برضو معقول الكميات كلها تبقى بسيطه واللي تديك الباور ان انت تقدر تعمل التمرين. الكربوهيدرات بقى تيجي في فتره الغداء، ده بيكتر فيها الكربوهيدرات اكتر، وبتبتدي ومع السلطات طبعا وحاجات بسيطه، ولو خدت بروتين مثلا قطع بسيطه، وبعد كده بتبتدي تخش تمرين مثلا بعديها بساعه، ساعه ونص، ساعتين تقريبا، تكون مثلا ايه تقدر تدي تمرينه كويسه. بعد التدريب بتكتر البروتين وبتقلل الكربوهيدرات خالص. بالظبط. وده يعني الشكل المثالي تقريبا للتغذيه مع كميه الحمل التدريبي. طبعا في ناس بقى في ليهم فروق فرديه، تمشي على جدول بقى بنسب تاني معينه، دي بتبقى
الشكل العام بتاعها. بس تدريبنا يعني ده الروتين بتاع تدريبنا. فترات البطولات بيبقى التحميل اكتر للكواليتي يعني عشان الفنيات بالظبط. وفي نفس الوقت بنلعب فيها على الاداء اكتر عشان اللي هو ايه زي بروفات كتير للتجميع للجمل اللي هتعمل زيها في البطوله عشان تقدر في البطوله تخرج بافضل روتين تكسب بيه. طب قول لي علي، بتلجا ان انت تسجل نفسك تمرينه وتتفرج على نفسك؟ هل مدربينك بيسجلوا لك ولا بتكتفي بس بنصايح المدربين؟ يعني انت مثلا طالع تعمل جمله، هل بنلجا ان احنا نصور الجمله عشان اللاعب يشوف نفسه، ولا بتكتفي ان المدرب يقول لك لا خلي بالك ايدك خلي بالك جسمك؟ يعني كل ده طبعا بيحصل مني، بيحصل من المدرب. البرنامج من اللجنه الفنيه بيجي كنترول متابعه مثلا اسبوعين، كل اسبوعين مثلا عندك دكتور في الاتحاد طبعا متابعه وتصوير، وبعد كده يبتدوا تاني يرجعوا لنا تاني نراجع مراجعه لجملنا واخطائنا عشان نبتدي نوصل يعني الحاجات الاخطاء التحكيميه البسيطه اللي تقدر تكسب بيها. طبعا ده في مؤسسه شغاله يعني، مش شغال. يعني انا بس خلي بالك انا كل سؤال لي معنى. ما في مؤسسه، هو في لجنه فنيه. ايوه لجنه فنيه دي منين؟ قال لي من الاتحاد. وانت طبعا استحدثت اللجنه الفنيه دي عشان تراقب اداء اللاعبين صح؟ كله يعني اكيد النجاح مش بيجي من فراغ. لا خلاص ده شغل، وفي مجموعه كبيره 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 موجوده كلها بتتابع علي يعني. وعلى فكره برضو يعني يمكن قلت لك مثلا انا غلست على نانسي شويه، برضو ساعات اغلس على علي يبقى عايز مثلا اقوم قارش شويه، بس في الاخر لينا هدف. اولادهم كلهم لينا هدف بالظبط كده، لينا هدف كلنا. مصر هي رقم واحد، مفيش اي امجاد شخصيه. بس برضه لا خالص، حته برضه ثانيه برضه كان علي كان بيقف عليها، حته اللجنه الفنيه جابت فيدباك والله لا انت عندك مشكله كذا مشكله كذا مشكله كذا. طبعا بتعالجوا المشاكل ازاي دي مع مديرك الفني او مدربك؟ بنبتدي نتناقش دي مع المدير الفني، وبيبتدي يدرسها مع المدرب يعني المدير الفني والمدرب، ويبتدي يتكلم معانا ونشوف اخطائنا ايه، ونبتدي نطلع نكررها تاني ونصورها تاني ونشوف انت وصلت قد ايه نسب نسب التحسن بتاعتك قد ايه بالظبط، ونبتدي نكرر تاني كذا مره لحد ما توصل للهاي كواليتي اللي المفروض تلعب بيه في البطوله. وتبتدي بالذات لما تيجي في وقت البطوله بيبقى عليك بيبقى مركز في جزء بس، وتبقى مركز في الجزء البسيط اللي بتبتدي. دكتور محمد علي يعني معذبهم يعني، رئيس اللجنه دكتور محمد علي معذبهم. ده نجاح، واللي جاي ان شاء الله نجاح كبير. قبل كده زي ما الدكتور كان بيبلغ اللي جاي بالنسبه لك يعني. اللي جاي بالنسبه لي في مشاركات جايه، انا زي ما الدكتور بيقول لك انا حضرت اجيال كتير، لعبت كتير، انا 31 سنه دلوقتي. ان شاء الله عندنا كاس عالم، وعندي بطوله عالم في اليابان باذن الله في شهر 10. ان شاء الله هنحقق فيها نتيجه كويسه، ان شاء الله احقق ميداليه في بطوله عالم، ده يعني حلم اللي جاي، بطوله عالم كبيره زي كده نحقق فيها ميداليه لمصر. كل الناشئين وكل الجيل طالع وكل اصحابي يعني ماشيين في خطه كويسه. الاتحاد دلوقتي، كان زمان انت لما بتاخد مثلا لاعب او لاعبين لا انت عندك القدره دلوقتي ان هو ياخد مجموعه يبتدي يشتغل معاها، يصرف عليها في معسكرات، هيوفر لك معسكرات، هيوفر لك بطولات، مشاركات كتير، هيقدر ده يستفاد منها، يقدر احساسه بال يعني بالفوز او يعني ان هو يحقق النتيجه، ده هيعلى لحد ما يحقق حاجه كبيره. وده التراك اللي احنا ماشيين فيه، تحضير ميداليه اولمبيه تقريبا بياخد 8 سنين، احنا بقى لنا 4 سنين دلوقتي في فتره كبيره بالظبط. الاربعه التانيين يعني اللي احنا دلوقتي لو انا بقول مثلا في الاولمبيات وصلنا للتصفيات والنهائيات، ده يبقى حلو اللي بعديها ان شاء الله نوصل لميداليات. عاجبني التخطيط المنظم، عاجبني الروح اللي انتوا فيها بامانه، يعني حاجه تحتذى بيها علي والله. طب خليني اكلمك برضه يا دكتور، اللعيبه عملت اللي عليهم ما شاء الله، روح واداء. لا ده الدوله عملت اللي عليها. بس جاي لك بس طبعا الدوله لا ده موضوع مفروغ منه. والله لا ده انا رايح لحط، انت شفتني رايح في حته رحت صاحبني وديني في حته ثانيه. لا ما انا هقول لك، الولاد عملوا اللي عليهم وحققوا وبتاع، هل عملت لائحه استثنائيه مكافئات؟ هل ولا انت ليك لائحه معموله من 4 سنين من ساعه ما جيت؟ ايوه يعني زودت المكافئات اللي اتعملت اصلا ما كانش فيه مفيش حاجه اقدر اكده. اتعملت من 4 سنين وماشيين عليها وبارقام كبيره مش قليله للعيبه. عايز اعرف ارقام بس ارقام كبيره. كبيره وعلى فكره يعني ممكن كبيره وتعلى. من الاتحاد ولا من الدوله؟ من الاتحاد. الدوله طبعا ليها لائحتها. ليها لائحتها. انا بتكلم على اللائحه الداخليه للاتحاد. زودت ليها كل ما البروجريس يعلى بتعلى، وكل ما بيقل بتقل. يعني انا يعني الموضوع ده يعني بقى في حافز للعيبه. طبعا كل بطوله احنا بنعلى، البطوله اللي بعديها بحققت انجاز، كل مسكور يعلى يعلى يعلى. طب بامانه مش عشان الدكتور قاعد قدامك خلي بالك مش هتتوقف ولا حاجه. لا 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 انت حاسس
ان فعلا حصل طفره في موضوع المكافئات؟ بس انا بيصعب عليا ايه؟ بيصعب عليا اللعيبه الالعاب الفرديه، يعني ايه؟ بيبقى بيبذلوا عيني مجهود جامد وممكن ما يقدروش ماديا، بس واضح ان الدكتور اتطور، اللائحه فعلا اتطورت. انت حاسس ان الموضوع ده فرق معاك؟ كل حاجه تطورت راضي، وده منها اللائحه راضي طبعا. وزي ما الدكتور كان بيقول لك ساعات بشد عليه، احنا بنشد، يشد عليا هيبتدي الكيرف بتاعي مثلا ماشي ثابت او الكيرف بتاعي تحت، ببتدي اشد واركز، وبيديك هدف كمان اعمل انجاز وهتشوف وتاخد الانجاز وتاخد قصاده. ممكن في النص نوقف لحد ما التارجت ده يتعمل بالظبط، نوقف خالص. بس الكلام ده بحب طبعا، يعني مش بغلاسه، على قد ما هو عارف ان انا خايف عليه بالظبط كده. يعني طبعا مش انت قلت كلمه حلوه، مش ناجحين بالظبط وماشيين الحمد لله وبنحقق وكل راضي وكل مرضي ومشرفين، وبالعكس ومحتاج حاجه وفترات بتبقى علينا صعبه، يعني بنتكلم مع الدكتور وبنتكلم مع يعني بيسهل لنا، شوف ايه امورك، شوف ايه الجدول اللي انت محتاج تمشي فيه، شوف ايه اللي محتاج يتوفر لك ويتعمل لك. حتى لو الفتره دي مثلا انت يعني الدنيا او الكيرف بتاعي مثلا واقع شويه، لا هساعدك ازاي عشان يعني مش بقول لك اقف او شد، لا بيقف يدعمك بطريقه اللي يوصلك بيها للمستوى الجاي. بالظبط طبعا صحيح. طب قول لي يا كابتن على مستوى الناشئين، احنا اتكلمنا على مستوى الدرجه الاولى واللعيبه الكبار والنجوم وكده، مستوى الناشئين بتعد لهم ايه جديد؟ يعني هل هتعمل بطولات، تستحدث بطولات جديده؟ هل هتعمل زونز جديده؟ كل كاسات الفراعنه دي للانديه وللناشئين، كاسات العالم للكبار. حلو تمام. انت النهارده لعبه الجمباز اللي ما كانش حد يعرفها اتحطت في اجنده رئاسه الوزراء، يعني كانت محطوطه في النشاطات بتاعه رئاسه الوزراء ودعم الدوله. صحيح. وده انا بشكر فعلا رئاسه الوزراء على الدعم اللي اتعمل. بشكر الدكتور اشرف صبحي لاقتناعه من الاول بالخطه بالبلان ودعم غير عادي. طبعا. سواء لعلي سواء للعيبه مش غريب عليه حضرتك، انا فعلا سواء مهندس هشام او الدكتور اشرف صبحي، انا يمكن خلال السنه اللي فاتت دي بس حضروا اكتر من 8 مرات تدريب، مش مصدقينك. قال لهم تعالوا اتفرجوا على التمرين، ويجوا بيدوا رئيس الجمهوريه كمان صح. اللعيبه اتكرمت مره وتاني مره، كل المنتخب اتكرم، وانا وعلي كنا بنجيب ميداليه في فرنسا وبنتكرم تاني، وكنا في فرنسا انا وهو قاعدين بنتفرج عليهم في التلفزيون. لا بس اللي كنت هدف كبير والحقيقه لا فعلا طبعا تكريم ادى السياسي جدا جدا مع اللاعبين. احنا انا كان امنيه حياتي، ويمكن كنا بنتكلم ان الرئيس يحضر الافتتاح، واحنا كنا عاملين الافتتاح ده عشان هو يحضر. ودايما ابدا يعني دعم ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله هيبقى معانا باذن الله، والدعم موجود ومتواصل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايهاب، يعني نورتيني وشرفتني وببارك لك على الانجاز ده ونورت قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك ومنوره بجمهورها وبابطالها، وبشكركم على متابعتكم للجمباز، ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. علي زهران نجم النادي، نجم منتخب مصر، كنت نفسي اقول النادي الاهلي، خلي بالك نفسي اقولها يعني بص فتح الخير، نجم منتخب مصر وطبعا اللي حصل الميداليه الذهبيه المنورانا دي في كاس العالم اللي فات. بشكرك شكرا جزيلا والف مليون مبروك. ربنا يخليك، شكرا جدا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع ابطال الجمباز، والابطال بس مش لعيبه، لا ابطال كمان في الاداره والاتحاد، هم اللي ساعدوا بشكل كبير ان ابطالنا دول يوصلوا لمنصات التتويج. بشكركم شكرا جزيلا، بفكركم تاني بكره باذن الله هنذيع مباراه الاهلي والاتحاد السكندري للكره الطائره. استوديو تحليل هنطلق الساعه 3، انتظرونا هنجيب لكم كل الكواليس وكل التوفيق لفرقتنا بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعه.